أستاذ أحمد، يعني أنت بعد لما خلصت المرحلة دي، بنصور في الاستوديو في مرحلة 2012 ومعاك كل الشخصيات دي من الجانب المصري العظيم، الفريق عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع طبعا، وطبعا المشير طنطاوي الفنان الكبير أحمد بدير، وبعدين الجانب بقى من ناحية الإخوان خيرت الشاطر، وكان في شخصيات تانية، كان في بلتاجي وكان في شخصيات تانية، وطبعا محمد مرسي رئيس المعزول. يعني لما شفت ده كله في مشهد واحد، انت حسيت بايه؟ بص، طبعا انا شرف ليا اولا ان انا اشتغل في عمل زي ده. ده تاريخ ليا انا طبعا، وعمل تاريخي في الاول وفي الاخر، فده شرف ليا طبعا. بس طبعا انا كل ما بشوف الحاله ده واشوف ان الناس كلها دي، الناس في الكواليس مصدقاهم وحاسه ان ده هو ده فعلا الشخصيه، ده كل ممثل هو ده الشخصيه ده، فده كان شيء طبعا بيفرحني جدا الحمد لله. اكيد وكان بيثني عليا طبعا الدكتور بيتر، كان كل ما بيشوف حد يقول لي تسلم ايدك يا احمد، هو ده كان طبعا حاجه، طبعا بالتعاون طبعا مع الكرو والكرو بتاعي، طبعا المكياج كله طبعا كلهم تعبوا، لان انا مش هقدر اعمل كل الناس لوحدي، اكيد فالكرو لانه كله برضه شخصيات تعبوا معايا، كتيره. طيب والكرو انا التوافيق كل الناس اكيد بصراحه. اكيد، واحنا بنحييهم معاك. ربنا في مشهد يا ريت نرجع زملائنا يحطوه تاني، مشهد اللي فات اللي فيه الـ يعني المشير طنطاوي، والحقيقه رحمه الله عليه، وهو يعني طبعا فنان احمد بدير بيأدي دور المشير، طبعا اهو شايفين الدور وشايفين الفنان احمد بدير. برضو كلمني عن تحضيرك للشخصيه دي، لانه برضو مش شخصيه سهله انه نأدي، يعني نحاول نقرب من الشكل بتاعها. بصراحه استاذ احمد بدير طبعا ممثل كبير وعظيم طبعا. اول ما بدأنا نشتغل قال لي جمله، قال لي انا بحب الشخصيه دي جدا طبعا ونفسي اعملها جدا بصراحه، انت فاهم؟ فده برضو النجم برضو او الممثل لما بيحب الشخصيه بكل تفاصيلها بتلاقيه نفسه بيقرب للشكل، بيقرب للحركات، كل ده. الملامح الوش طبعا يعني بيحصل تصالح. فحضرتك لما باجي انا اعمل التفاصيل بقى بتاعت الميك اب، التفاصيل الوش لو في حسنه في حته معينه بنعملها، الشعر بطريقه معينه بنعمله، فكل ده لما بيجي يقرب للشكل وبيحسه هو، وهو اصلا حابب الشخصيه، فخلاص يعني. لا يعني استاذ احمد بدير ما خدش مني مجهود كتير بصراحه ووصل للشخصيه. طيب في النهاية برضو أنا يعني أحب، يعني عايزة أقول لك، أنتوا طبعا بتحضروا الشخصيات دي كل يوم للتصوير، يعني هي مش شخصيات بالظبط مرة واحدة بنعملها، فأنت كل يوم عندك راكور زي ما احنا بنقول عليه، فأنت عندك ايوه راكور ثابت علشان يفضل كل يوم هو. بالظبط يا فندم. ما بقول لحضرتك النظام اللي احنا بنشتغل بيه والهاند ميد اللي احنا بنشتغل بيه، احنا بنشتغل شعرايه شعرايه، فلازم نبقى مركزين جدا. والاخراج طبعا مادونا مساعده الاخراج طبعا معانا بالتفصيله بالشعرايه، لا الشعرايه دي ما طب كانتش كده، لما لا تبقى مش عارف ايه. الكاميرا لما بتدور الساعة 10 الصبح، بتبقى انت لازم جاهز قبلها بقد ايه؟ طبعا لازم ابقى طبعا جاهز قبلها، احنا بنيجي قبلها بساعتين ساعتين ونص كده بنبدا نجهز، وطبعا مع التيم بتاعي كله، فلا بنبقى قبلها بساعتين ساعتين ونص نبقى موجودين في اللوكيشن، وكل الممثلين والنجوم موجودين نبدا نشتغل. يعني احنا مثلا لو كمان 12 مثلا ندور، عشان ندور 12 بنيجي قبليها الساعه 9 ونص يعني او 10. الشخصية الواحدة تقريبا بتاخد قد ايه؟ شخصية مثلا فنان ياسر جلال طبعا وهو بيأدي يعني دور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بياخد وقت قد ايه في التحضير؟ من نص ساعة لساعة الا ربع كده، من يعني نص ساعة لساعة الا ربع. حسب الشغل والكلام ده كله، ما بين نص ساعة لساعة الا ربع. استاذ خالد الصاوي كان بياخد في حدود ساعة ونص. كان في برضو بعض المشاهد زي المشهد اللي موجود على الشاشة ده، وطبعا مفروض هنا انه فنان ياسر جلال بيقدم يعني شخصية رئيس عبد الفتاح السيسي في الوقت ده وزير دفاع، وكان بيخاطب الجنود. هنا بيبقى مطلوب بيبقى الملابس مع النظارة اللي كان السيد الرئيس بيلبسها مع لون البشرة في النهار، بتبقى طبعا اكيد الدنيا مختلفة، ليها مكياج برضو اخر. طبعا 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 كل احنا زي ما بقول لحضرتك، احنا راكوره بنشتغل عليه بنفس اللون بنفس كل حاجه، اللبس طبعا والنضاره والتفاصيل دي كلها كان استاذ حسن مصطفى الستايلست كان عاملها على احسن وجه فعلا، والحمد لله كله اجتهد وكله تعب وكله ذاكر
فبالتالي الحمد لله يعني كان النجاح من نصيبنا الحمد لله رب العالمين. طب انا سمعت حاجه كمان واكد لي استاذ احمد مصطفى، سمعت حاجه انه بعد ما بينتهي الفنان ياسر جلال من المكياج بيبعد شويه قبل ما الكاميرا تدور وبيبقى مع نفسه في صمت تمام، يعني طبعا والناس كلها طبعا بتحس انه لا يعني هو في دور صعب والناس كلها يعني بتحترم ده وبتسيبه، يعني هل ده كان بيحصل فعلا؟ طبعا الله يكون في عونه، طبعا دور مهم جدا وبيعمل شخصيه عظيمه جدا، فطبعا لازم بعد ما بنخلص الكلام ده كله بنسيب الكروان وبننزل بيقعد هو شويه مع نفسه وبتاع قبل ما يندهوله عشان طبعا يصور. لا أكيد طبعا لازم، احنا لازم مقدرين ده كويس جدا طبعا أكيد لكل الشخصيات أكيد. أنا بشكرك جدا الماكير المحترف الأستاذ أحمد مصطفى، مسلسل الاختيار 3، بشكرك على المجهود اللي موجود فيه كل الفنانين في هذا المسلسل.